ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة موضوع مهم جدا جدا يهم كل الابراج، لاني هتكلم النهاردة على موضوع اكتر الابراج اللي عندها تحسن في العاطفة في نهاية 2019، وهتكلم على الابراج اللي عندها استقرار عاطفي، وهتكلم على الابراج اللي عندها انقلابات عاطفية. فاسمعوا الفيديو لحد الاخر، هتستفادوا جدا جدا، وما تنسوش الشير كتير كتير لكل الناس اصحاب كل الابراج. عامة خلونا نبدأ الاول بالابراج اللي هيكون عندها تحسن عاطفي. اللي كان بيعانوا فترة كبيرة قوي من مشاكل عاطفية ومن انقلابات، من مواضيع ما بتكملش، من حسد في العاطفة، يعني كانوا محسودين جدا جدا في العاطفة، ان موضوعهم بيقف، في بيحسوا ان هما ما بيجيلهمش اساسا حب، يعني ما بيجيلهمش فرص للحب. لكن الدنيا بقت تتحسن، في احنا بقينا الافضل. كتير اللي كان بيعاني من مشاكل وكان اكترها من الحسد في العاطفة كان برج الحمل الدلو الجوزاء. الابراج اللي هي كان عندها اللي عندها دلوقتي تحسن عاطفي هيكون في نهاية 2019. مبدئيا خلونا نبدأ باصحاب برج الدلو. اصحاب برج الدلو هيكون عندهم تحسين في الوضع العاطفي، اللي كان بيمر بمشاكل مع الحبيب هيبدأ ان يكون في تحسن، هيبدأ ان هم يحسوا بان في حاجة كويسة. على فكرة حتى كمان لو حصل انفصال ما بين يعني برج الدلو وما بين شخص او شخصية، فبيبدأ ان هو يعني هيتلائم بسرعة ويخش في علاقة جديدة، هتكون علاقة بدراسة بقوة بحب. فالفكرة في النقطة دي، يعني اللي هو عنده انفصال فما يزعلش، لا هيكون في حاجة ايجابية لأصحاب برج الدلو عامة، او لكل الابراج اللي عندها تحسن عاطفي عامة. خلونا نكمل عشان اختصارا للوقت. بعد كده برج الجوزاء. برج الجوزاء كان بيعاني من فترة كبيرة، مر بانفصالات، مر بخلافات قوية جدا، مر ان مواضيعهم ما بتكملش بسبب عين، بسبب حسد، بسبب الحاجات اللي هي من النوعية دي. لكن عندهم في نهاية العام هيكون في تحسين في الوضع العاطفي مع استقرار، يعني موضوع وهيكمل باذن الرحمن. لكن داروا يعني داروا على نفسكم جدا جدا اصحاب برج الجوزاء بالذات انتوا. يعني كمان هنتكلم على برج الحمل. برج الحمل عنده استقرار وتحسين في الوضع العاطفي جدا. منكم كتير داخل على علاقة جدية او ارتباط رسمي، في اجواء رسمية حسستكم بالامان في الموضوع العاطفة. ممكن تكون انتوا حاسين بعدم الحب شوية، او مفيش حاجة بتشدكم شوية، لكن عامة عندكم احساس ان لا الدنيا اتغيرت، في تحسين في الوضع العاطفي. نهاية العام هتحسوا لا فعلا احنا كده اتحسننا، في حاجة حلوة حصلت في موضوع العاطفة خلتنا ان احنا نكون فرحانين. برج الحمل كان بيدخل مواضيع ما تكملش، كان عندهم بعض الخلافات اللي مع الشريك، ان موضوعهم دايما بيكون فيه مشاكل، حاسين ان في حاجة حاجز، وده كله كان بسبب عين، وعين من ناس قريبين منكم جدا، او سبب ان انتم عندكم نوع ما من الاختناق، عايزين حاجة مثالية. لكن حاليا في الوقت اللي هيبقى انتم داخلين على نهاية العام 2019، هيبقى عندكم حاجة اللي هو قبول، يعني هيبقى عندكم قبول للاخرين، عندكم ان احنا لا في حاجة عشان نوصل لها لازم نتغاضى عن حاجات تانية، فقدرتوا ان انتم تقتنعوا حاجة زي كده، وده اللي هيخليكم ان انتم تكونوا داخلين على تحسين في الوضع العاطفي، وهيكون في ارتباطات قوية ليكم. ومنكم اللي مرتبطين هيكون في تحسين في الوضع العاطفي، لو حد مهدد بالانفصال فالوضع عنده هيتحسن. الوضع يتحسن عند اصحاب برج الحمل لو كان بتتعاملوا او انتوا يعني ليكم الشركاء بتاعتكم او احبائكم من اصحاب الابراج المائية او الهوائية. غير كده هيحصل انفصالات وهيكون في تحسين في الوضع العاطفي في علاقة تانية. تمام. بعد كده اصحاب برج العقرب هيكون عندكم تحسين في الوضع العاطفي جدا. عانيتوا كتير جدا جدا الفترة اللي فاتت والسنة اللي فاتت، من شقلبة كده في العاطفة، من التفكير في علاقة قديمة، في ان حد بيحاول ان هو يضايقكم من علاقة قديمة، الحاجات اللي هي فيما شبه ذلك. لكن في تحسين في الوضع العاطفي، هيكون في حب، في علاقة مدروسة، يعني انتوا اتعلمتوا دروس قوية جدا، فهيكون ده العلاقة اللي انتوا هتكونوا داخلينها فهي ناتج بدراسة قوية، بتفاهم اكتر، بحب اكتر، ان انتوا عارفين انتوا ماشيين ازاي، فده هيكون هيفيدكم كتير جدا اصحاب برج العقرب.
فبرج العقرب لا هيكون عنده تحسين في الوضع العاطفي جدا، وهيحس بده، يعني هيكون عندكم احساس بده ان احنا خلاص نسينا اللي فات وهنبدا ان احنا ندخل بعلاقه مدروسه كويس جدا جدا، فده هيكون مفيد جدا ليكم، فعندكم تحسين في الوضع العاطفي جدا. اما بعد كده برج الحوت، برج الحوت عندك تحسين في الوضع العاطفي جدا جدا جدا، اللي احنا كنا بنحاول نهرب منه لا خلاص بقينا ان احنا نقدر نواجه، نقدر ان احنا نحسن من نفسنا، نحسن من اختيارنا ليه الأشخاص. يمكن شوية هنختار بعدم حساسية، يعني هنختار الحاجة بعناية وبدروس ومدروسة، يعني هنختار مدروسة جدا جدا، فهيكون برج الحوت لا عنده تحسين وضع العاطفي جدا، يعني هيكون عندكم بعض الارتباطات اللي هي فعلا داخلة على طريقة رسمية او بتبقى بشكل رسمي، عندكم في تحسين في الحب، في الاهتمامات ما بينكم وما بين الشريك، فهتحسوا بالاهتمام، هتحسوا بالحنان، هتحسوا ان في حد يعني نقدر نقول ان هو بيرضيكم، اللي حاجة اللي انتم محتاجينها، ان حد يضمكم، ان حد يكون سند ليكم، بيساعدكم، امان ليكم، اكتر من الحب هو الاهتمام، فده هتلاقوه وده هتحسوه جدا الفترة اللي جاية، وهيكون يعني في سعادة عاطفية وفي اجواء عاطفية كتيرة هيعيشها اصحاب برج الحوت. خلونا نتكلم على اكتر الابراج اللي هتكون اكتر استقرار، يعني هيكون عندها نسبة استقرار قوية، لكن اللي احنا اتكلمنا عنهم ده عندهم حظ وعندهم تحسين في الاوضاع العاطفيه، لان كتير منهم كان بيعاني من مشاكل كتير، عانى من انفصالات، عانى من تهديد، من حاجات اللي هي شبه النوعيه اللي في الطريقه دي. لكن الابراج اللي عندها استقرار عاطفي كان عندها بعض الخلافات او ان هي مستنيه يعني علاقه عاطفيه، فهو ده اللي هيبقى فيه عندهم استقرار عاطفي، مش هيبقى فيه عندهم لخبطه قلق هنستنى ولا مش هنستنى، هيجي الشخص ده ولا مش جاي، في خلافات، الخلافات دي هتأثر علينا سلبيا ولا لا. فأول الأبراج اللي هيكون عندها استقرار عاطفي بأجواء عاطفية رومانسية، ناس كتير هتبقى بتتكلم عليكم، وخلي بالكم كتير من الحسد، أولهم برج الميزان. برج الميزان في استقرار عاطفي، كان يمكن في بعض الخلافات عندكم، بعض عدم التفاهم، لكن سمحتوا لنفسكم ان انتوا لا عايزين نتفاهم، عايزين ان احنا نتصالح شويه، عايزين نفهم الدنيا عايزه مننا ايه، احنا ايه المطلوب مننا، ايه اللي ممكن احنا نعمله فالدنيا تبقى معانا احسن في موضوع العاطفه، فده هيكون مؤثر عليكم بطريقه كويسه جدا جدا، وهيسبب لكم استقرار عاطفي. منكم كتير اللي داخل على موضوع ارتباطات هيحس بهدوء نفسي وسلام نفسي حلو قوي قوي، هيكون احساس حلو. تاني برج، برج الثور، برج الثور هيبقى في عندهم اجواء رومانسيه قويه، في لحظات رومانسيه هيعيشوها مع الحبيب، كان في من كتير يعني بعض الخلافات القويه اللي كانت مخلياكم شويه مأزمين نفسيا، مش عارفين تتكلموا تاخدوا راحتكم مع الناس، حاسين ان في ناس بتنقد علاقتكم العاطفيه، بتنقد حياتكم، ان انتوا مش زي الناس، الحاجات اللي هي زي كده او من النوعيه دي، لكن لا هيكون في استقرار عاطفي، في تفاهم، عندكم انتوا نفسكم نوعيه ونوعا ما من الدبلوماسية اللي هتتعلموها الفترة اللي جاية، فده هيخليكم ان انتوا داخلين على تحسن، والتحسن ده هيجلب ليكم شوية بعض القلق، القلق من اقاربكم انتوا، فمش اقارب الشريك، اقاربكم انتوا اصحاب برج الثور، فده هيسبب قلق ليهم، فطبعا يا نبعد عنهم يا ما نحكي لهمش الحاجة الحلوة، وده هيكون على نهاية عام 2019. بعد كده برج الاسد، برج الاسد هيكون فيه نوع ما من الاستقرار العاطفي، لكن في شويه لخبطه من الناحيه الاجتماعيه هتبقى في نهايه العام، المشكله او الموضوع ده هيبقى سببه موضوع العاطفه، يعني المشاكل، يعني عندكم تحسين في الاجواء العاطفيه لكن في مشاكل اجتماعيه بسبب الاجواء العاطفيه، فعليكم انتوا ان انتوا تلاقوا حل، ما تاخدوش الموضوع على اعصابكم تماما، لان ده في عندكم يعني في استقرار عاطفي كان كتير، في عدم تفاهم، في شويه لخبطه، مش متفاهمين مع الشريك، في خلافات نقدر نقول كبيره، لكن هيكون في تحسن كبير جدا هيؤدي الى استقرار، والاستقرار ده هيخلينا احنا مستقرين، لكن عليكم ان انتوا تحلوا المشاكل الاجتماعيه بهدوء وتفاهم زي ما بتحلوا المشاكل العاطفيه او زي ما هتحلوا المشاكل العاطفية الفترة اللي جاية. بعد كده خلونا نتكلم على برج الجدي، برج الجدي كان نقدر نقول ان هو بيعاني من عدم استقرار العاطفة، يعني في بعض الخلافات، المشاكل اللي مع زوجته، مع خطيبته، مع خطيبها، مع زوجها،
الاثنين بيحبوا بعض في خلافات، مش في تفاهم ما بينكم. واي يعني نوعيه سواء يعني برج الجدي ترابي كان في مشاكل مع جميع في العلاقه العاطفيه، يعني مش عايزه احدد برج معين او ابراج ترابيه او مائيه او ايا كان، فكان في خلافات كبيره جدا مع اصحاب برج الجدي ويمكن اكترها من الابراج الناريه، لكن هيكون في تحسن كبير جدا جدا. واول التحسن اللي هيحصل مع الابراج الناريه، يعني اللي برج الجدي مرتبط بحد من الابراج الناريه، هيكون في تحسن كبير جدا وملحوظ، وطبعا هيؤدي ده الى استقرار عاطفي. نقدر نقول ان احنا كده خلصنا الابراج اللي هيكون عندها استقرار عاطفي، واول الابراج اللي اتكلمنا عنهم اللي هم هيكون في تحسين في الاوضاع العاطفيه، ده هيبقى فيه شقلبه، يعني شقلبه كده في تحسين الاوضاع العاطفيه، لان كان منهم كتير فقد الامل، منهم كتير عانى، منهم كتير حصل انفصالات، حصل مشاكل كبيره قوي قوي اللي هو يعني اتدمروا شويه، في منهم كتير او نقدر نقول المعظم منهم كانوا متدمرين عاطفيا. اما الابراج اللي عندها تحسين في الوضع العاطفي، يعني قليلين اللي عندهم شوية لخبطة عاطفية، كان عندهم بس خلافات، مستنيين حد يجي يتكلم، مستنيين الموضوع يجي بطريقة رسمية، فلا ده هيكون بقى فيه استقرار، في فرق ما بين اللي عندهم تحسين مع الاستقرار. تعالوا نتكلم على الأبراج اللي الله يكون في عونها عندها شقلبة وانقلابات عاطفية شوية سلبية. أولهم برج القوس. برج القوس هيكون فيه عنده بعض المشاكل الخاصة في العاطفة، يعني بالذات كمان الناس اللي هي عندها مشاكل، يعني اللي هي عندهم عدم التفاهم مع شركائهم، المشاكل بتزيد والخلافات بتزيد، والخلافات بتوصل برة، بتوصل لفروع، وده هنا المشكلة. المشكلة في ان الموضوع يوصل لبرة او يوصل لناس تانيين او يوصل للاهل، ده في حد ذاته بيقلب لمصيبة، لكارثة، ممكن يحصل لانفصالات يعني. وكتير من اصحاب برج القوس هيكون عندهم انفصالات على نهايه العام، لكن اقدر اقول ان الانفصالات دي هتكون مؤذيه ليكم انتم، يعني في عندكم، مش عايزه اتكلم يعني بس اعذروني، هيكون في اللخبطه دي او المشاكل جايه منكم انتم، فياريت ان احنا نحسن الاسلوب بتاعنا ونقرب من الشريك، نهتم، خلونا نهتم، ما نهتمش عمليا وما نهتمش بالناس اللي بره، خلونا نهتم بالشريك باللي مننا، ده هيكون افضل. والكلام لرجل القوس اكتر من مرأة القوس، مرأة القوس شويه بتهتم، يمكن هي عايزه اهتمام هي كمان، لكن رجل القوس مهتم جدا بنجاحاته بعمله بنفسه اكتر من مرأة القوس، اكتر يعني اكتر من مرأة القوس، فياريت ان احنا يكون عندنا اهتمام بالشريك واحنا هيبقى عندنا تحسن في الاوضاع العاطفية. لكن كتير هيحصل انفصالات، وهتكون انفصالات مؤذية ليكم، والبعض منكم هتكون مريحة ليهم لان هيخشوا علاقات بعد كده هتكون افضل. تاني برج معانا برج السرطان. برج السرطان بيعاني وبيعاني بقاله فترة، واصحاب برج السرطان المشاكل اللي دايما بيكون عليها خلافات خاصة بالغيرة، بالشك، بعدم الثقة من الطرفين، يعني اصحاب برج السرطان عندهم غيرة كبيرة جدا على الشريك، لكن في نفس الوقت هم بيبقى يعني بيتغار عليهم كتير، ومن اسلوبهم ان هم محبوبين جدا، الناس بتحبهم بتتكلم معاهم، ده بيؤدي لغيرة الشريك برضو. من الابراج النارية والترابية اللي بيتعاملوا مع اصحاب برج السرطان في مشاكل كبيرة جدا ما بينهم، فهيبقى عندهم انقلابات عاطفية سلبية في نهاية العام، في منهم اللي هيؤدي الى انفصالات، ومنهم اللي هيدي انفصالات وهيبقى مرتاحين، يعني انتم عكس برج القوس هتكونوا مرتاحين من الانفصالات دي، لكن انتم بتلوموا نفسكم كتير، وده هيبقى غلط عليكم وهيأذمكم نفسيا. لكن من ناحية العلاقة العاطفية اللي هيحصل فيها انفصال او خلاف، او ان احنا ندخل طرف كبير، شخص كبير يحل الموضوع، ده هيخليكم انتوا ترتاحوا من تجاه العلاقة العاطفية، لكن هتلوموا نفسكم على حاجات زمان، يمكن هي دي اللي اثرت وعمل التأثير سلبي في الفترة اللي احنا فيها او على نهاية العام. اخر برج، برج العذراء. معظم برج العذراء، يعني خلونا هنتكلم على المعظم من برج العذراء اللي هيبقى عنده انقلابات سلبية كتيرة جدا، هتحسوا ان الشريك مش واقف معاكم، هتحسوا ان في انانية من الشريك، الابراج النارية والابراج الترابية، هنحس ان في
يعني فقد اهتمام، احنا محتاجين الاهتمام مش هنلاقيه، يمكن مش ما لقيتهمش بقالكم فترة، لكن انتوا داخلين على فترة صعبة، فترة انتوا محتاجين فيها اشخاص تساندكم. لما هتلاقوا ان هم مش جنبكم او ان هم بيدعوا ان هم جنبكم، ده هيأثر في نفسيتكم جدا جدا، وهيكون عندكم بعض الانقلابات العاطفية اللي هتأثر عليكم بطريقة سلبية. منكم كتير اللي هيحصل خلافات، لكن صعب شوية موضوع الانفصالات، او نسبة الانفصال عند اصحاب برج العذراء هتكون قليلة، لكن دايما بتفكروا في حاجات فاتت، بتفكروا في الماضي، بتفكروا في الحاجة اللي بتأذيكم نفسيا، بتلوموا نفسكم على حاجات فاتت، دايما مأزمين نفسيتكم، وده مش باين عليكم، يعني بيبان عليكم ان انتوا شخصية قوية جدا مش بتأثروا باي حاجة، لكن من جواكم هشين جدا، بتأثروا وبيصعب عليكم نفسكم كتيرة. الفترة اللي جاية انصحكم ان ببلاش ان احنا نتعب في نفسنا اكتر، ان احنا نفكر كتير، لان ده ما بيتعبش حد غيرنا. عندكم حظ حلو عمليا اجتماعيا، لكن عاطفيا شوية هيبقى عندكم نوعا ما من الظلم، شوية انتم مظلومين اساسا من بداية السنة، لكن في ظلم انتم هتحسوه خاص بعدم التفاهم وعدم الاهتمام ليكم، فده هيأثر جدا في نفسيتكم. فنصيحة، كبروا تماما، فكروا في نفسكم، فكروا في مستقبلكم، في حياتكم انتم وبس. ده كان موضوع النهاردة. طبعا انا عارفة ان انا طولت عليكم، حاولت ان انا انجز، سامحوني لو طولت. طبعا بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة تفعيل الجرس. سلام.